اصدقاء الفيديو راه ما درتوش باش نفوح عليكم، راه الناس اللي مشبيني مش حال دير عارف القصه، بدينا في كارينا الاصدقاء راه ما كان حتى شي لعيبه. هذا الفيديو كنتمناه يكون موتيفاسيون لاي واحد اللي باغي يبدا في اي دومين، خدم تقاتل غادي توصل ان شاء الله. يلا نبداو الفيديو ديالنا. الكاريت اللي كتسمعوا راه ماشي غير هذا المايك هذا، وانما لاكوستيك اللي كاين في هذا الروم هذا. وقبل ما ندوزو باش نوريكم لي بانو اكوستيك اللي استعملت، غنوريكم هنايا كاين واحد السر ورا هذا الحيط هذا. هذا الحيط هذا ماشي حيط عادي، وهنا راه ما كاينش لي اجور الاصدقاء، كاين واحد الماده عجيبه اللي كتسمى لا لين دو غوش او لا صوف الصخري. المهم هذا الحائط هذا داير جوج ادوار دقه واحده، المهم ثلاثه الادوار. الدور الاول هو الديكور ديالو كيبان زوين بحال داك الهيت اللي تيكون في السينما، والدور الثاني هو انه يدير الاكوستيك لانه عامر كامل بلا لين دو غوش وفيه توب. هذا راه توب نطو لا لين داروش، واحد الماده اللي كتمتص الصوت وكتمنعو من انه يمشي لبلاصه اخرى. داكشي علاش درنا جوج طبقات. كيف ما كتشوفوا معايا من ورا ما غادي نحل الباب الاصدقاء، غتشوفوا معايا واحد غيتبدل الصوت بعدا. اي تيست تيست، شوفوا على الصوت غادي يولي هنا الاصدقاء روينه روينه، ما صوت ما والو. فاش غندخل للاستوديو الاصدقاء شوفوا الصوت كيفاش غادي يولي تسمع. يا سلام يا سلام يا مولاي هذاك خونا. هاد الخشب الاصدقاء هو واحد الخشب اللي سبيسيال كيتسمى الاو اس بي، تيمتص لنا الصوت ديالنا وكيتستعمل في ليزولاسيون. وهذا هو الديكور اللي درت باش نزوق هاد الحيط شي شويه. صراحه باقي ما كملتش، ولكن المهم فين واصل انا دابا الدرع ديال يوتيوب. الدرع ديال 100000 لصقته هنايا. هاد الشيء صراحه باقي ما كملش 100%، ولكن خصني نبدا الخدمه لانه تعطلنا بزاف. حاولت هاد البلاصه دي مازال غادي نستغلها، غنبقى نحط فيها الكابليات حيت راكم عارفين الاستوديو راه تكون عندك بزاف ديال الكيبلز ديال لي مونيتور ديال المايك، خصك تبدل هادي مع هادي. هنا غنبقى نحط فيها الكابليات، وغادي نبقى نحط فيها شي لعيبات بحال الكراتينه ديال الاوديو تكنيكا شي بلان. وهادشي كامل هضرنا عليه كان بخصوص هاد الحائط هذا اللي كيفصل الاستوديو على البلاصه البرانيه. ودابا الاصدقاء غادي ندوزو باش نهضر لكم على لي بانو اكوستيك. يلا معايا. كيف ما كتشوفوا معنا الاصدقاء، هاد لي بانو اللي كاينين ورايا كيتسموا ديفيوزرز، فيهم لا لين دوش من الداخل دوبل. صبغت العود ودرت فيها دوك التقابي وكذا، دوك التقابي راه ديكور اون طون كيديروا واحد الخدمه. انا وهاد كانابي اللي كتشوفوا هنا الاصدقاء، هاد كانابي راه ماشي غير ديكور، حتى هو داير خدمه، لان هاد الماده اللي فيه راه حتى هي واحد الماده اللي كتمتص وكذا. الوغ هاد الماده هادي كاينه ورايا حتى هي الاصدقاء. الوغ صراحه هاد البراصه لعبت فيها على الديكور والاكوستيك باش ما نكذبش عليكم، راه ماشي بارفي 100% في هاد البلاصه اللورانيه، لانها ماشي هي لي سينيم بوزيشن، وماشي فين هنا غنبدا ندير الميكس. انا غادي نريحو الضيوف وداك الشيء. دوك البيس تراب هما دوك لي بانو اكوستيك اللي كيداروا في القناه باش الروم ديالنا كتكون يعني لي فريكونس فيها متوازنين. انا معدي بهاد البانو وديجا هضر شبع دور. صراحه الروم عندي في موقفتي كتسمع نفس الصوت. رشحه زوين يكون عندك كوتش. وكيف ما كتشوفوا الاصدقاء عاوتاني في هذا القنت هذا داير بانو مع الدي بي ديكور، راه ما دايرش شي خدمه هذاك البانو باش ما نكذبش عليكم. هذا البانو هذا اللي كاين هنايا راه داير صراحه واحد الخدمه، لانه عامر بلا لين دو روش وديجا كبير. كيف ما كتشوفوا الاصدقاء هنايا عندنا هاد البانو هذا، هاد البانو هذا هو ديفيوزر حتى هويا. وهاد بارتي كامل لعبت على الديكوراسيون بحكم انا راه تندير التصوير اصدقاء، ودابا نرجعوا ليوتيوب بقوه الى اخره. كيف ما كتشوفوا عندنا الطابلو ديال دافينشي بابينشي ماشكون، وعندنا الدابلو ديال بابلو ديال بابلو بيكاسو. ودابا الاصدقاء بدينا تندخلوا في المعقول، بدينا كنوصلوا للسينين بوزيشن. انا راه تنكون جالس هنا وريو بالزربه وحرق لهم كورة. اش كيقولوا لها في كورة ديك منطقة مربع العمليات؟ الكاري دي زويت، ما عنديش مع كورة. المهم الكاري دي زويت اصدقاء، دابا هاد المنطقة هادي هي فين كنكون انا جالس تنميكسي. الوغ الصوت خاص يوصلني صحيح، ما خصوش يكذب عليا. واخا يكون عندك احسن مونيتورات في العالم، الا ما كانش لاكوستيك زوينة راه الصوت ما غيكونش صحيح، لانهم غيكونوا زايدين شي حوايج اخرين ديال الروم. الوغ هاد الصوت هذا، هاد البانو هذا مهم بزاف، داير خدمه زوينه، وحتى في الديكور ديالو زوين. حط فوقه سينياتور مول يوتيوب، سينا لينا هنا مولات اليوتيوب المارت متو سوزان سيو دو يوتيوب مارت شنو هادي جائزه احسن مارت والو. هادي مشينا لواحد اللعيبه وما عطاو لينا زعما قال لك كرمونا كرمونا. الوغ المهم الناس ديال الخريب كنشوفكم. وهادشي اللي كاين اصدقاء، انا راه مدرق عليكم الوحش. هاد المايك هذا ساوي غلا
طلع لينا غلا من الاستوديو كامل الاصدقاء احنا مخبينه اللي باص الاصدقاء ديما كيتخباو في القناه الوغ كنحاولوا نقضيو عليهم بهاد لي بانو. علاش كنقول لي باص؟ حنا بيان سور كنحتاجو لي باص ولكن ما خصش يكونوا لي باص زايدين الوغ الصوت غيبدا يكذب علينا الوغ هادو دوك لي باص اللي كيكونوا زايدين في القناه وغادي يرجعوا لي انا كنحاولوا نقضيو عليهم بهادو. كاينين عندي هادو في هاد القنت هذا درنا لهم حيباق اللعيبات هاد المحبق غلا من هاد البان شريناه من ايكيا. المهم الاصدقاء ندوز لهم القنط الاخر. في القنط الاخر عندنا نفس الحاجه في القنط الاخر. ها هي الاصدقاء بلا ما نعاودو نشرحو كيف ما كتشوفوا هنايا عندنا الاصدقاء ثلاثه ديال الديفيوزرز عندنا هاد المثلثات ثلاث شهرش بهم الاصدقاء اللي كيضحك عليا داك اللور حيت خدمته بلا سانتيم راه ماشي بارفي حيت اصلا ما كاينش حاجه سميتها البيرفيكسيون في الحياه. الوغ المهم هاد المثلثات كاين قدامي كيعطوني الالهام ومن طرح حتى هما عامرين بلا لندوروش ترى لندوروش هو المساند الرسمي الاصدقاء ديال هاد الشيء هذا. الوغ دير لهم شي فيديو من اللي يبان ايوا تريبيه فيها لا لندوروش شوف الله ديك التريبيه درت لي داكشي باش شي واحد باش يتعكل بحال حتى كاين اللي تعكل شوف طيحش لي داك المايك اللي غلى من الاستوديو زين ولا باش شوف ديال هما راه صايبوا التريبيه باش تشد المايك ولكن حنا زدنا له هادشي علاش اش عارف شدينا التريبيه شدينا التريبيه حيت عارف انا كوبي غيكون راجع باللور وغيدير باك ايوا دير لهم شي فيديو باش نبان انا من هنايا من بعيد رجع اللور. كيف ما كنقول لكم الاصدقاء حنا راه في مربع العمليات هذا البانو اللي كاين ورايا راه داير واحد الدور زوين ابار انه مخبي فيه واحد ليدا لداخل كتعطي داك الضوء بحال هكاك وداك الضوء هو اللي كيضرب في داك المثلث اللي تيكون ورايا. الوغ هذا البانو راه مهم بزاف لانه تيعاون الصوت هذوك الريفليكشنز اللي كيكونوا فوق مني باش الصوت حيت الصوت راه فاش كيدوز ديال ودني راه ماشي كيجي من البيفان وكيوصل لودني راه كيضرب في الحيط وكاينين دي فريكونس اللي كيمشيو للحيط عاد كيرجعوا ليا لودني. الوغ هذا البانو اللي فوق مني راه تيدير واحد الدور اللي هو مهم بزاف معروفه لاحظوا في كاع لي ستوديو لي برو غتلقاو بانو اكوستيك كاين فوق البرودوسر ديما ولا فوق الانجينيور دو سون لي ستوديو اللي تيكون ليهم ستوديو لي ستوديو اللي كيتعملوا لي بانو اكوستيك في الاكوستيك ديال الستوديو. الو هاد البانو دير واحد الدور اللي هو مهم ودير حتى واحد الدور اللي هو مهم في الديكوراسيون ديال الستوديو ولا واحد الشخص كنموت على الديكور. سيداتي ساداتي دابا غادي ندوزو لاحسن بارتيا في هاد الفيديو كامل اللي هي البارتيا ديال السيت اب ودابا غندوز باش نوريكم الماتيريال اللي تنخدم بها الاصدقاء حبه بحبه. بقاو معايا باش تشوفوا معايا هادشي كامل الا شي معلومه في الطريق حتى هي غادي نقولوها. الو بقاو معايا دابا باش نوريكم الماتيريال اللي تنخدم به في الاستوديو والتمارين كامله ضربنا في باش علمت لي العرب. خدمنا بزاف على الاكوستيك تريتمون وخدمنا بزاف على الاستوديو باش يكون في المستوى لان هذا ماشي هوم ستوديو ماشي استوديو عادي حتى الارض الاصدقاء راه فيها الموكيت ما صورناش لهم الموكيت والموكيت شريناه غالي الاصدقاء هذا الموكيت الاصدقاء غلى من اللي بالو اكوستيك لا ماشي غالي منهم ولكن غالي وهاد الحرام ما تخيتوش يكون بالثمن اللي هو به ماشي غالي حيت ما تاواش معانا ما تاواش معانا صافي الماطري اللي عندنا في الاستوديو الاصدقاء غدوزو باش تكتشفوا معنا دابا ليتس جو. اول حاجه الاصدقاء غنوريو لكم في الماتريال اللي غنخدموا به في الاستوديو هي المايك. كما كتعرفوا المايك راه هو كلشي المايك راه هو لا كاليتي الوغ كل ما دخلت كارت زوينه غادي تعاونك باش تخرج برودوي زوين. المايك اللي عندنا هنا الاصدقاء هو نويمن. نويمن هي واحد الماركه غنيه على التعريف احسن لي مايك في العالم راه هما ديال نويمن. شوف الاصدقاء ما بقاش في الحجم ها هو المايك كبر منه الاصدقاء وساوي 70 دولار هذا المايك هذا راه بلا ما نقول لكم شحال ساوي حيت غنخلعوكم شي شويه. المهم الاصدقاء هذا هو المايك ديال الاستوديو نويمن هذا لونتي بوب معديبه من بعد غادي نركب هذه ديال الميطال هذه هي لونتي بوب الحقيقيه اللي ما تخليش البوب يدوز. هنايا الاصدقاء عندنا اوديو تكنيكا ام 50 اكس هاد الام 50 اكس هو كنصحوكم به بزاف ديال الناس يقول لكم ام 50 اكس هو حيت هو غالي على ام 40 اكس تيدير شي 200 دولار 2000 درهم تقريبا هاد الكاسك هذا ولكن انا غنعطي لكم انتم فاش غتجيو تسجلوا عندي غنعطي لك انت ديرو في ودنك واسمع به وسجل الصوت ديالك. انا مثلا ما تنعوش على الام 50 صراحه هو الصوت فيه زوين تيسمعك شنو طاري في اللو فريكونسيز ولكن انا تنفضل الام 40 بلا ما تسولوني علاش الام 40 اكس بالنسبه لي احسن من الام 50. الام 40 اكس الصوت فيه تيتسمع خايب ولكن حقيقي اما هذا الكاسك هذا الام 50 اكس الصوت فيه لا عطيتك تسمع فيه الصوت راه واعر ولكن انا ما كنثقش فيه بزاف في الميكساج والماسترين. الوغ الاصدقاء من بعد غادي ندوزو دابا باش نوريكم مايك خر هاد المايك الاصدقاء عزيز عليا بزاف دوزت بزاف ديال لي مايك وشتو شحال درنا ديال
لي بارتناري مع الشركات وكذا، وهذا المايك بقى عندي هو اللي بقى عندي، وهذا المايك بدل لي النظره ديالي على الشينوا. هو مايك شينوا ولكن من احسن لي مايك كنخدم به، كنهضر به في الديسكورد مع الناس الكلاينز ديالي اللي تندير لهم كونسلطاسيون، تنعلمهم اف ال شي لعيبه ديال الصوت، لي فورماسيون تاع الميكساج وداكشي، تنخدم بهذا باش يكون الصوت زوين، تنسجل به الفيديوهات ديال الكونتنت كرييشن، تندير به ستريم داك الشيء كامل وقرا وسهل، كليكي غير على هنا كان ميوشي فيه شي حوايج زوينين ديجا هضرت عليه، الكارت ديالو زوينه جدا، ومع العلم انه مايك يو اس بي كيخدم بلا كارت الصوت. دابا الاصدقاء مايك اللي كتصور به دابا ما بينناش ليكم اصلا هذا المايك، هذا الاصدقاء هو مايك عمرك شفتي شي مايك كتسجل به وكدير ليه كدير ليه ريم يا الوقت. هذا المايك الاصدقاء اللي تنخدم به دابا هو واحد المايك اللي يونيك بزاف، اللي هو واحد المايك اللي كتقدر تسجل به ستيريو، صوت ستيريو، لانه فيه جوج ديال لي مايك ها هما. انا كنسجل دابا مونو، كنسجل دابا مونو صافي، حيدنا لي حوايج بقى حوايج محيدين ماشي مشكل. هذا المايك هذا واعر بورتابل، كنهزو دابا كنصور به الفيديوهات، نخرجو معايا نسجلو به شي صوت، كيسجل كاليتي طالعه بزاف. الوغ واعر المايك ديال تاسكام دي ار 07 اكس، المهم هذا مايك واعر بالنسبه ليا وعزيز عليا وكنجبتو من اسبانيا. المهم الاصدقاء دابا غادي ندوزو اهم حاجه في الاستوديو، هي استوديو مانيتشرز جايز. كلشي قلت لي اهم حاجه في الاستوديو لي سلاسيو اهم والله الصراحه كلشي اهم حاجه، انا ما كانوش البيفان وعندك مايك واعر هادو ما سمحتش تقول لهم بيفان، ما سميتهمش بيفان استوديو مانيترز. الفرق ما بين استوديو مانيترز والبيفان، استوديو مانيترز تكون فيهم الصوت حقيقي، البيفان تيكون زيدين فيهم شويه لي باز، زيدين فيهم شي حاجه باش تمزك تستمتع اكثر بالموسيقى، ولا ميكسيتي بهم راه ما يخرج داكشي كله مخرب عليك، لان بحال الصوت دايرين عليهم افي وانت كتحط عليه زيفير غتنوض واحد الروين. الو هاد لي مونيتور استوديو راه تيكونوا غاليين باهيدين الثمن شويه، هادو كنت خديتهم شي 5000 درهم تقريبا. الو فوكال اللي عجبني فيهم هو ان الفتحه ديالهم كاينه القدام، اللي عجبني فيهم كثر هو انه كتقدر دير بهم كل شيء، الميكسين ومزيانين في البرودكسيون، لانهم فيهم لي باس حسن من الياماها، الياماها الصغيورين ما فيهمش لي باس مزيان، كانوا عندنا في الاستوديو القديم، هادو فيهم لي باس مزيانين، فيهم الميد مزيان، فيهم الهاي مزيان، وخدامين ليا بارفي. واهم حاجه الاصدقاء هو ان الحجم ديالهم كومباتيبل مع الحجم ديال الروم، اهم حاجه هذا الحجم هذا كومباتيبل مع الحجم ديال الروم، وكيعطوني صوت واعر بهاد الروم هادي، ماشي بحال الروم اللي كنت فيها قبل، راه نفس البيفان كنت خدام بهم قبل، فاش زيت ومحطيتهم الاستوديو الصوت ديالهم تبدل كليا الاصدقاء، لانهم ما كانوش كومباتيبل مع الروم القديمه، كانت صغيره بزاف وهما كبار عليها. الوغ فوالا، من بعد الاصدقاء هاد السوري هادي راه منا شويه عندي نسيتها على سميتها سكوربيو مارفو، صراحه الله يعمر دار ما كتعرقش اليدين بهاد التقابيل اللي كاينين فيها هنايا. الوغ لاكارت سون اصدقاء، لاكارت سون صراحه مازال غادي تابغريدا من بعد، ومازال عندي واحده اخرى، وهذه راه كندوز بها غير السينيال فوكس رايت، علاش كتعجبني؟ لانها كتعطيني ديناميك رينج زوين في التسجيل. الوغ فوكس رايت هذه اللي خدام بها صغيره ونطيوره كنقدر نهزها معايا. من بعد الاصدقاء الصوت عندي يمشي من فوكس رايت، من بعد الاصدقاء الصوت كيمشي من فوكس رايت تيمشي لماكي بيك نوب ستوديو. هاد بيك نوب ستوديو الاصدقاء هي مونيتور كنترولر كتعاونك باش يعني فيه بزاف ديال لي زوبسيون، كندرت عليها فيديو فيه بزاف ديال لي زوبسيون كيعاونوك باش تكونترولي لي مونيتور ستوديو اللي عندك، تميوتي من هنا تقص الصوت من هنا، دخل لي مايك تخرج هذه الروينه ونطور كارت صوت في نفس الوقت. الناس اللي قالوا لي ماشي كارت صوت، هي عندها درايفر ديالو كتقدر تخدم بها غير بوحدها وتسجل بها ودير بها كلشي، واعره ندوز فيها كلشي، ومازال فاش غنزيد بيفان اخرين غادي ندوزهم فيها. الوغ هذه عزيزه عليا بزاف. من بعد الاصدقاء عندي هاد كلافي، تيقوا بيا الاصدقاء هاد كلافي خدام بها لان عجبني الديكور ديالها، وانا مسطب الديكور واخا معذبه هي شويه ولكن الديكور ديالها زوين، وانه في استوديوات علاش كيخدموا بهاد الانواع ديال الكلافي، حيت ما كيكونش عندهم لي سباس، كاين لي طابل ميكساج روينه كذا فين غادي تحط كلافي. الوغ الاصدقاء المهم هادو راه كنت هضرت عليهم في الفيديو القديم ديال السيتاب القديم، راه ما كانش ما بدلتهمش، ليكرون ام اس اي وهذه ديل ايكرون كبير، هذه كبيره كانت من صغيره في الفيديو، وهذه صغيره ديل باش راكم عارفين الاصدقاء الميكساج خاصو ضروري جوج ديال لي زيكرون. كيف ما كتشوفوا الاصدقاء الطابله اللي انا خدام بها هنايا راها
دير واحد لامارك اللي هي كبيرة وضخمة اللي هي أفيد. أفيد هي لامارك اللي مصايبة بروتولز. بروتولز بلا ما نهضر عليه راه غني على التعريف، راه ديجا نحلو هنايا. هادي راه بوحدها خصها ريفيو، هادي راه الخيال علمي الأصدقاء، ذكية بزاف سمارت. يعني هذاك الشيء اللي طالع لي أنا هنايا في اللوجيسيال كيطلع لي عاوتاني هنايا، لي بيس ديلاي اللي خدام به كلشي كيطلع لي بالسمية ديالو. كنقدر نكليكي على واحد البطونة هنا كيبقى يجبد لي غير الإيكيوات اللي عندي، واحد كونترول البطونة أخرى كنكونترول بها البان، واحد البطونة أخرى يعني الأوتوميشن فاش كتكون عندي هنا هذه كتبقى تطلع وكتهبط. هاد الطابلة ميكساج الهربة الثمن ديالها الحقيقي باهت شي شوية، هاد مديالة وبغيش تقول لكم بشحال شريتها أنا، الثمن بشحال شريتها هوتا. ألوغ الأصدقاء هاد الطابلة ميكساج سميتها أفيد أرتيست ميكس، المهم صغيرة ومطورة، عجبتني لأنها صغيرة ماخداش لي اسباس بزاف، والخدمة ديالها ربانة يعني كتعاونك باش ما تبقاش خدام بزاف غير بكلافي وستوري، وكتحاكي داك العالم ديالك ديال الميكساج. هادي هي أجمل حاجة، كتحاكي داكشي كتحس براسك ميكس انجينير الأصدقاء. وهذا الأصدقاء هو الحب، دويت عليه ولكن ما دويتش عليه كيفاه، هذا راه الحب. الام 40 اكس علاش حاقرينو؟ حيت اش رخص من الام 50، حيت هذا كيدير 1000 درهم والاخر كيدير 2000 درهم. ما كيتهرش هو، ما كيتهرش، راه ضارب معايا الحرب، رديش معايا حتى قموت سافرنا بيه هذا، قلت عليه عرفتي شحال من عام هو عندي، ما كيخسر ما كيتهرش، العيب ديالو هو انه كيتقشر. ما علينا، هذا كنثق فيه، كنثق فيه شديد الاصدقاء، كنثق فيه. هو كندير نسمع به الفينال ميكس ديالي، وكيف ما كتشوفوا الاصدقاء هنايا عندي الكلافي ميدي اللي سميتها اليزيس. هذا الكلافي ميدي صراحه الله يعمرها دار خدام بها بخير. القيسه فيها ماشي رياليستيك بزاف ولكن كافيه جدا، واللي عجبني فيها هو انها سنين وهي عندي الاصدقاء وخدام بها بخير. ما حتىش نشري كلافي اخرى، حتى من بعد غنشري شي كلافي اخرى، هذه 49 توش، من بعد غنشري شي كلافي اخرى اللي هي اكبر من هذه، مي هذه بالنسبه ليا كافيه. الوغ كنشد على حسب كيفاش انا صايبت البيرو، كتخرج عندي فاش كنبغي نصايب شي ميلودي ولا نعزف ولا شي حاجه، من بعد كندير لها باق وكتدخل. وبيناش لهم الكرسي، كرسي هذا احسن من كرسي جيمر. شوف كرسي جيمر اكبر خدعه الاصدقاء، عارفين غير الناس اللي مدوزين كرسي جيمر مده طويله، كرسي جيمر اكبر خدعه الاصدقاء. الكرسي هذا الله يعمر ليه الدار، كيف ما كتشوفوا اهم حاجه فيه هو انه فيه هاد العيبه متقبل، لانه باش ما يعرقش لك ظهرك. كرسي جيمر راه كيعذبك بالعرق، معود الكوير كيبقى يعرق، روينه كيطلع ويهبط وكينعس، كيهبط دابا قلت الناس اي وكينعس. كيف ما كتشوفوا لعيت كنخدم بحال هكا، وديجا عندي ليكرون الفوق الستاند ديال الاستوديو مانيترز الاصدقاء. المهم كرياتيف شي شويه، حاولنا نبدعوا شي شويه ونطبش تجي زوينه في الديكور وفي نفس الوقت ما تقامش غاليه. المهم هاد الستاند هادي راه كاين واحد اللعيبه مهمه هنا، راه ماشي طبيعيه، ماشي زعما عاديه وماشي صدفه، هادي راه العبار ديالها تخاد يعني بعنايه. علاش؟ لانه راه مهم ان خاصك تكون في الميكس ولا سينيم بوزيشن ديالك، خاصك تكون مصايب واحد بحال المثلث، كيكون بحال واحد المثلث مصايب. هنا تخيلوا هنايا الوغ هاد البيفان خاصهم يكونوا غاديين لك مع راسك باش الصوت كيجي مقارب لك مع ودنك. الا كانوا البيفان الفوق ولا لتحت بزاف راه الصوت ما غاديش يوصلك كيف ما خصو يوصلك، وهذيك بوزيشن غالطه باش تجلس فيها يعني في البيرو ديالك وانت كتميكسي، هذيك بوزيشن غالطه. الوغ هادو راه تصايبوا بعنايه وعبار. هاد الحاجه اخرى هي اللي ما دويتش عليها هي السيبورا اللي خدام بها انا ديال خلصوني اخويا في الاشهار باش نقول سميتكم، ما نقولش سميتكم. المهم سيبورا ناديه كنقدر نعمرها دار، كنقدر نديروا بها بزاف ديال الحوايج. خلصوني والله تندير لكم سميتكم، نقول لكم راه كنت غنقول كنت الوغ دابا الاصدقاء عينا بالصباح حنا كنصوروا او العيا ديال بصح كيف فرحان دابا كيف انا هاد اللعيبات كيف انا حتى الكابل روينه ما كاينش عندنا كابل مانجمنت، حيت حنا لي زانجينيور تنتصوروا على المعدن راه عندنا بزاف كابليات، راه حنا راه انجينيور دو الصو. كيف ما كتشوفوا الاصدقاء الاخر ديال الفيديو العيا، كيف ما كتشوفوا الاصدقاء هذا البيسي هو الوحش. هانتوما شوفوا على منظر، شوفوا على منظر الاصدقاء. بابا 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 باش كيقول لي هذاك خويا اللي كيوريهم الديور يا مولاي، كيفاش كيقول لها كيقول لها انظر يا مولاي، انظر يا مولاي فين غتسكن. هاهوما البيسي هو الوحش الاصدقاء اللي كان في السيتاب القديم هو اللي بقى خدام به. الله يعمر ليه الدار، الله يرحم ليك الوالدين. غير هو الحاجه الخايبه فيه هو انه جيمر بعض المرات كيخوني وكيخوني دماغي. كنخرج دخلت الالعاب وكنضيع الوقت، واش انا مسالي الالعاب الاصدقاء؟ الالعاب هما ضياع الوقت، تبالي الالعاب.
الو هادشي اللي كاين وصافي الاصدقاء عييت بقى لي غير نجبد لكم كل يوم ويفي والخير والرالونج صافي سال الفيديو سال سيبورا كرياتيف كنت هز لي كاسك هذه حيت سيبور المهم واحد الحاجه مهمه ما هضرناش عليها هذيك هي الكليمه ديالنا ديال الاستوديو دونك هذه الكليمه وهي اللي لعب واحد الدور كبير وكاع داك الايكو كيهرب وكيدخل هنا المهم الاخوان هذه اهم حاجه كاينه في الاستوديو كاع داك الايكو داك الديو هضرتي بصح راه كندوي داك الايكو داك الديلاي والريفيرب كامل كيهرب وكيدخل هنا وفي نفس الوقت هي الكليمه وهي اللي دايرين بها التهويئه وعرق ما دوما باش نعيط الاصدقاء والاصدقاء اللي بغيت يتفرج في الريفيو ديال السوفت بوكس راه درتو كتبوا كابرينا لايت غيطلع عليكم وانا بقى نوريكم كلشي راه باغي نمشي عندك الهارد عرفتي دوك خوتنا عرفتي دوك خوتنا اللي تيقول لك راه عينا وضاربين تمارين وكنصور لكم في الليل وين ضرب تمارين راه هو الكاميرا مان انا راه شاد ستون راه هو اللي المهم الاصدقاء استوديو راه اخيرا تحل في وجه الجميع الناس اللي كاينين في كازا النواحي ديال كازا استوديو راه كاين في النواحي ديال تيتملين مرحبا بكم كاملين الاصدقاء ونتلاقاو في فيديو جاي ان شاء الله وما تنساوش راه رجعت لليوتيوب وغنبقاو ما كاينين الفيديوهات وصاروا لي فريوسكم بيس دير بوز اخيرا بوز